مرحبا. يا ويلي في رجال. اقول زايد تعال ابيك بكلمة راس. تعال شو تسوي يا مرحبا الحين؟ تعال بسم الله. تعال اقول لك لا تعلمنا احد شوي. اتوقع واضح لك اليوم انا عقد مع سيف كالري. حلو ما شاء الله. يبوني اسوي لهم اعلان. تضبطني ولا ادور غيرك؟ دن خلاص كفك. خلاص يلا نادي شباب. ها نادي يلا نادي يلا يا ولد انت وياه يلا صوت هنا يلا يا ولد يلا يلا اجلس 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 يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يلا يا مشاري عمر يلا يا هلا هلا والله فيكم هلا بسم الله كبير ما شاء الله اجلس زايد تعال بيك يلا بسم الله يا مرحبا يا مرحبا فيك كيفكم؟ الحمد لله احنا بخير ما شاء الله بما اني متنكرة وشو؟ البكاين ايه اتوقع انت عرفتني طيب بالباقيين بما اني متنكرة وحد عرفني قررت اعرفكم على نفسي انا لين سريحي اللي جيت من قبل بس شوفوا اليوم انا مصلح خلاص بقول لكم بس لو بمصلح خلاص وانا مصلح يلا يا صفقة المصلح شكرا الله يسعدكم يا رب المصلح لو انت بس شويه طويله بقول الوالده الله يحفظها ما شاء الله طالعه ما شاء الله جميله انا اوريك بعد الهواء انا اوريك طنز على قصري انا اوريك يا مسفر والراقي والرزقي وينكم وسعد غرمول تذكرون بقول لكم بس اي والله ذكر تذكرون يا مو ولدي وتقولون لي ابنشر لك ما شاء الله اذا صرنا مشاهير ننشر لك ابشري عليك ابشري الليله اذا طلعنا لا والله من النشر ما شفناه الليله اذا طلعنا الليله ابشري وينك يا سعد الغروب انت اكثر واحد ذبيت عليه انا بس خلاص الليله خليها متجهر في تويتر ومدري وشو وين؟ وتسوي مشاكل وتسوي شو والله بس خليني ساكتة اللهم بلغنا رمضان طيب ما ادري بس روحي يلا بسم الله اول شيء ابي اسمعكم صوتي هلا ابهدي ذي الاغنيه لمنتديات السيف جاليري يستاهلون بسم الله بس شوف تعال بقول لك يقولون ان صوتك زي انا ايه تدخل معي تحدي يلا تحدي يلا شوف من اللي صوته احلى يلا تم يلا بسم الله نسوي دوتو يلا شوف تغني ابغني تعرف حق تصير هميم وش اسمه اللي ايش قد حلو يما ايش قد حلو يلا روحي يلا يما ايش قد حلو اخر الحب ووالو والله لو بدي بصراحة انا خطبة من هلو يما شقد حلو اخر الحب ووالو والله لو بدي بصراحة انا خطبة من هلو اي انا خطبة من هلو انا عاشق انا غايب انا طاير فوق انا احبك انا صاير كل تنفسك شوق شكرا الله يسعدكم والله انا اعترف انها فازت علي خلاص انا انسحب انا من المنافسه ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا شكرا لكم والله الله يسعدكم انا الحين قاعده طبعا خليني اعيد لكم مره ثانيه اني انا قاعده اغنيها لمنتجات السيف جاليري يعني مو بلكم اعطوهم تحيه يلا السيف جاليري تستاهلون
يا روحي لهم اختبري ثقافة من العامة. شوف من الذكي ومن اللي مدحدر. والله واضح انهم مدحدرين كلهم لكن يما يما ايش قد حلو والله. شوف ابى اقول لكم انا عندي اعلان وابيكم تضبطوني. شوفوا اي سؤال ابى اسالكم عاد ضبطوني. جاهزين؟ جاهزين. طيب وش اقول؟ وش احسن براند اواني في العالم؟ سيف جاليري. سيف جاليري. ما عليكم عطاك صفقه. عطوه طاسه. سهل هذا معروف مره. طيب هل تدري اللي جاوب له قدر من سيف جاليري؟ والله ملعقه الله يعلم ملعقه. تعطونا اياه ولا تصفقونه فيه على وجهه عادي؟ والله شكلك ما تدري ان عندنا عروض واشياء تهبل. بس خلني ساكته بقول لكم اياها بعد شوي. طبعا هذه العروض كلها عشان رمضان. الله يبلغنا رمضان يا رب. امين يا رب. يعني يا بقول لكم مثلا هذا واحد من العضور عروض عضور هذا واحد من العروض. قدر اديسون كان ب 340 صح؟ 9 لا لا صح صح 349. وتخيلوا شلون صار؟ صار 209. يعني انقفل طاح نص سعرها. والله مضبطتكم عليكم. هذا ولا شيء. هذا ولا شيء. لا تقولون انبهرتوا. لا تقولون انبهرتوا توكم ما شفت شيء. طيب عندنا الشيء الثالث بعد. ساكي شوف الطبخات اللي داخل. يلا يلا تعال. ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 وش ذا الكلام؟ والله قلاية قلاية هذه ما شاء الله تبارك الله 16 رضيبة. يمه يمه نفس الكلمة. بسم الله. سيريزة كيف شكلها؟ أبى أقرأ لكم 16 رضيبة. كيف هذه بطاطس؟ مع بيتزا مع في بطاطس هنا؟ في بطاطس تحت شفيها؟ يا ويل شلون كيف هذه كلها في ذا واحد شلون؟ اي والله شلون كيف؟ تبغين نعطي أحد ولا؟ طبعا طبعا هذا كل الخير. انا اصلا اعوذ بالله من كلمه انا كل ما جيت لكم جبت لكم الخير معي. اتحداكم تذكرون. لا انت شفتوا هذا الشاهد عاد هالمره الخير كبير كبير ما شاء الله من السيف جاليري. تبغى نعطي احد ولا لا؟ تبارك الله. مصلحه الا المحكمه جبت لنا فيها مشاكل مع ابو رزيقه. ها الا المحكمه هذيك اللي ما هي مصلحه. هذه مصلحه. هذا مصلح. صح 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 خلاص انا مصلح. ايش بلاكم انتم ما شاء الله. خلينا نشرح لكم على هذه. ما شاء الله ما شاء الله. ابى اشرح لكم شرح للام اللي بترتاح. الله. للبنت مسكينه. تعالي تعالي وين الكاميرا؟ ابى اناظر البنت هذه. تعالي انت يعني ما غير تاكلين زيتونه مسكينه حارمه نفسك. لا ابى ادعبي بطنك نعليت. بس عبي بطنك واشتري لك هالقلاية. يا انها صدق قلاية صحية. بتصيرين بالعيد اكشخ وحدة. لا 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 تخاف لا تخاف بعد ما نسيناك اللي تفرفر بالحارة عشان تهضم فطور اللي بالمغرب. نعليك اشتري القلاية وكل اللي تبي عبي بطنك زي ما قلنا. وبعد للأم اللي تبي بتكرف بالمطبخ وتو رمضان وما ادري وشو. لا لا ما عليك اشتري القلايه واشتري منتجات السيف جاليري يضبطونك اكل صحي وبعد ما تتعبين. ما شاء الله بيض الوجه وقسم بالله بيض الله وجهكم يا سيف جاليري. اهلون اهلون هنا. ايه يا حسرتي على عمر اللي راح. اسمي اسمي اسمي. كنت اطبخ 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 اكرف ما دريت انه في زي كذا اشياء. ما شاء الله يا حظكم يا بلجي. والله حمامتي كانت تكرف كرف. بس ها ابى اضبطكم يا الامهات بعرض يخبل العقل. قلبك بيفرفح فرفح. الله كيف 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 فرفح 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 صفقة الامهات جميع. الله يطول عمرهم يا ربي. كلكم كلكم وانت 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 كل الجماعة حتى انت يا زايد. لا تحسب الحين اطلع اشتري لامك على طول.
وبعد بتبوس راسك مو بعد. انا ابوس راسك وتبوس راسك. ايه هذا السباق انه مره قوي. وي والله وي بعد مرسين العروس حتى العروس ضبطي نفسك عندهم عنده اهل زوجك عنده زوجك قولي له يشتري لك من السيف جاليري اشتري من السيف جاليري ويحسبون انك كربتي بس لا تخدعينه. بس تحطين تحطين الشيء الاكله اللي تبينها من 16 اكله ما شاء الله ما شاء الله 16 اكله تحطينها وبس خلاص يضبط امورك. قبل ان نكمل الاعلان دامنا جبنا طاري الامهات خلينا اغني لهم اغنيه. يلا اول شيء قبل لا ابدا اغني صدى يا كنترول صدى. يلا عم منيب عطى صدى. عد ان شاء الله يا رب ما اصيح. عد انا ما ادري يا اخي ايش فيني كل ما شو اسمه اسمع الاغنيه ذي ولا اقابل وجه امي اصيح. ليش خلاص ان شاء الله الحين باصي حيره خلاص بمسك صيحتي بمسح. بس انتوا عاد ما حد شايفكم عادي يصيح يصيح طلعوا طلعوا صيحوا صيحوا حتى انتوا حتى انتوا. بسم الله يا رب صيح. من يحس بضيقتي وقت الشدايد غير قلب الام بالطيبه روحه تستحق امي تغني هالقصايد تمجلي في شوفها كل الهموم هي مثال للكرم واهل العوايد كل بدر يلي حوالين النجوم مدرسة أخلاق وفعلوا شهايد لا خليت أمي ولا ساعة ويوم لا خليت أمي ولا ساعة ويوم. الحمد لله الحمد لله مسك. شوفي لا تبكي امك تدري ترضى عليك اعطيها هديه من هذا صدقيني ترضى عليك. اي والله انك صادق خلاص بعطيها بعطيها كل اللي هنا كلها كلها كل الطاوله والله وما تغلى عليها بعد ولا. يلا عندنا عروض خليني الحين اشرح لكم على عرض الام وبعدها بشرح لكم على هالقلة. يلا عندنا عرض للأم. هذه أحسن. عندنا عرض للأم ما شاء الله والله السيف جاليري مبيضين وجهكم. تخيلوا قدر كهربائي وقلاية تقريبا تشبه هذه القلاية. تخيلوا طاح الثنتين مع بعض بنفس العرض طاح سعرهم نصه. وش تنتظرون يعني بس اشتروا لها لامهاتكم وقسم بالله تحسون كذا يعني ضميركم يستانس وبعد هي ما تغلى عليها. قلتها المره الثانيه صح؟ اي والله انا ما تغلى عليها ما تغلى عليها. يلا المهم خليني اشرح لكم هالقلايه. في هنا معنا شو اسمه ذا حلقات البصل وبطاطس صح؟ ندخلها هنا وبعدين نسكر على ذا. تعال تعال سكر. طبعا بهذه المناسبة ولك صارتك هذه المناسبة إيه؟ السيف جاليري يهديك باقة الأم أنت وأمك هدية من السيف جاليري. الله يسعدك السيف جاليري ما قصرت ما قصرت السيف جاليري بيض الله وجهه بيض الله وجهه. يلا كمل. الله يسعدكم يا رب. أمي أنت أكيد تسمع الحين تلاقونها تناقز تناقز من الفرحة والله. يلا نسكر هذا. تعال سكر لي اياه حط هنا بعدين لو تبون يعني عشان ما تنحرقون شفتوا ذي تجي معها تحطونها كذا وتدخلون تشيلونها يوم تضبطونها كذا خلاص وتدخلون البيتزا وكل شيء. هذا ترى ما بخلي احد ياكل منه كله ما ياكله. لا وش دعوة هذه عزيمة مني لكم. الله يسعدكم. أسألكم سؤال ساعدون امهاتكم في رمضان ولا من جنبها؟ والله ساعد والله والله والله. اجل تعال 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 هذا اللي يفطر بعد المغرب ثاني حبط هذا اللي قبل الفطور. الله شرفنا فيك يا مصطفى. طيب شو اسمك؟ عثمان. عثمان
انا اعرفك انت كنت شو اسمه هو باللي قبل اللي يوم جيتكم ايوه اللي لين تريحي بكان اي انت بكان خلاص اي بس بسالك نشرت لي ها نشرت لي ها طلع ما مسكت جوالي طيب ورا ما ما هديتني كتابك تسوي كتب من وراي ترى احب القراءه انا بعد لا لا الكتاب موجود ان شاء الله عندي نسخه بهديك ايه خلاص كتاب ونشر مع بعض ما شاء الله بيض الله وجهك شكرا لك عروضكم الحلوه هذه ما راح اروح عمان الا عندي من السيف جاليري مزر السياره بتر السياره من السيف جاليري ما شاء الله هذا اللي صدق يزعق يعني ما شاء الله ما شاء الله هذا كتابه عثمان الجنيبي وهذه نفسي نشكر الاخت اشواق العامري اللي عطوها صفقه ما شاء الله والله تستاهل ما شاء الله تستاهل يا طيب طالع الله يوفقك يا وان شاء بس خلي معي تاخذ لي انا باخذه ايوه يا مرعتي الله اعطيني اعطيني مالي يا اخي خلاص بعتك اياها ان شاء الله تحتاجون والله اني احب اقرا كنك حاس كنك حاس يلا شكرا لك اه يا ولد تاخذ مني لا لا حبيبي مالك 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 سمبوسه خلينا نشوف المصلح تحتاجوني بشيء ولا ارجع يا ويلي بتحترق سمبوسه المصلح تحتاجوني بشيء ولا ارجع لا لا بسيط وين خليك سؤال. خليك بطبخ السمبوسه ايوه ابغى اخليك تعال ابغى اخذوكه يلا ما نقلك ما شاء الله الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يلا بق درجة المستوى طيب الله يعينك ما شاء الله ما قلت لكم ان السيف جاليري يبيض الوجه شوفوا شلون ولا انحرقت ولا صار لها شيء ما شاء الله ها كيف يا عثمان؟ احنا مالنا بالطيب نصيب اخ الطعم وش؟ سألني بعدين اوه الطعم بس واحدة ما في غيرها والله ما في واحدة بس؟ لا بس واحدة عثمان جبنا معك صدقنا والله اني جنن يا ويلي وين وين؟ الله الله مالك ما حد شاف ما حد شاف صح؟ احنا يم السمبوسه ايه الحمد لله يا ويلي يا ويلي انا وش سويت؟ والله انها درجه الاستواء مو انها طيب والله لا لا خلينا خلي من ينادونك ما حد ناداك ما زايد ما تساعد ما انا بسالكم تشترون لمامتكم بعد تم وانتم بعد تشترون ولا والله بس كذا بال والله العظيم اني ناوي اشتري من قبل من اول ما شفتها ايه وانا خاطري فيها والله انك كفو والله انك كفو كفو الطيب الله يسعدك يا رب تستاهلين تدرون انها بعد بقول لكم ميزه فيها تصدمون ايوه انا كل شوي معك يلا 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 تدرون انها يوم تطبخونها بدون زيت تخيلوا بدون زيت ترى هي من دون زيت كلتها والله ايه بدون زيت احلى شيء صحي 100% ناشف الخبز وبعد يوم يجي رمضان والعيد وانت كاشخ ما عندك كرشه قدامك ولا شيء لا لا ما شاء الله رشاقه الف اقول لك يعني تاكل لك شيء مصلحنه بيدك ومن دون زيت ولا شيء افضل من هذا سمبوسه سمبوسه كازبره 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 بقدونس بقدونس اي والله انك صادق بدل سمبوسه سمبوسه هذا اللي الجوالين اللي يجون يبيعون هذه انت تشتري لك نظافه وصحه ما شاء الله ورشاقه وبعد تحطينها بالمطبخ كذا ترزينها كشخ مطبخك ما شاء الله لين الله لين مصالح اسمه مصالح مصالح مصلح بسم الله انا ما عندي ولد اسمه صالح بعطي مصفر بس بعطي مصفر والله نجوي وراك تسوي بدينا يا مصلح شايبنا شايبنا خلاص عطوه يستاهل يستاهل يلا يستاهل مصفر يلا اللي جاوب صح نعطيه وحده الله ايش رايك؟ وش قلت؟ اللي جاوب صح سيري ميسة واللي جاوب نعطيه سمبوسه سمبوسه خلاص زايد انا بوزع له وراك سويت فيه كذا خلاص انا بوزع لهم السمبوسه يلا وانت اغني على بال سمعنا نبي ننطر هاي كنت حاره بس لا روح يلا حاره يلا يلا تكفى تكفى ابي اسمع وينه بس وينه ابشري يلا ابشري يا ابشري من الوسط الله تفضل يا حبيبي ما يجي وينها عني قاطع في مواصيله له ما يرحم محبينا
والغلا ما فيها بد حيلة ارجع ارجع والفرح هنا يوم تاتي لمراسيلة زين طار الحب يا زينة يا زينة يا ناجيلة يا الله اعطيتهم كلهم اللي باقي احد مين باقي ما ادري باقي بس الحين ذول ما اعطيتهم صفقوا له تكفون قبل اعطيكم صفقوا له ما يصير عليكم اي كفو طيب الحين شاء الله عليك صوت انا انا بعدين اخذ لا احنا معك بعدين خلاص تم خذ الحين يلا زياد بعد الهم يلا خذ انت زياد اعطيه هو هو أول. انا انا لا 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 لا, لا 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 انت خذيت يا مصلح انا ما خذيت لا انت خذيت خذيت هذه امي عشان ودي امي يا مصلح انا مصلح ودي امي هذه زايد ليه ما اعطيتيه انت خذيت وانت خذيت هنا هنا ما ودي امي هنا ما ابشر هذا عشان ذوق عشان اشتريها مطلوب هذا كذا الحين هذه زينتها زينتها في هذا الشيء وشو زينتها في هذا الدار والله والله صدق ما في حبيبي معليش ايش فيك لا رجع شباب هناك اثنين خلاص انا خلاص كلش والله عدو مصلح فهد فهد كبير يضرب بعدين اذا ما تبي يضرب مصلح اذا وافقت تفضل تفضل لا لا والله ما كلها والله ما كلها نص نص سنتين اعطيه اعطيه ابو ناصر ابو ناصر لا 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 بعطيك انت الله يسعد شكرا والله مصلح اعطوا زايد يا عيال عندي عندي موجود موجود هنا موجود اي والله موجود موجود يا ربي مصلح عيط بيتزا خلاص بضبطكم ان شاء الله ان شاء الله خلاص طيب طيب انا ضيف ليه مصلح امي تحبك ترى ها امي تحبك قول لها وانا احبك وانا احبها والله كيف ولدها جوعان ما ياكل شيء تكفين ها خل امك تسوي لك ها وينك يا مصلح بس هذا انا ياهي أمي تحب أمك لا استغفر الله أمك تحبك أنت حب مو طبيعي أدري تسأل عنك كل شوي وين مصلط وين مصلط مدروش أقولك أنا بقولك نصيحة اشتري لها من منتجات سيف جاليري بعد بعد إعلانك إيه؟ بعد إعلانك أنت والله لا اشتري لها خلاص خلاص استاذ الموضي هاي السيف جاليري ضبطكم ولا لا؟ خلاص جدد العقد معي. تعال 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 هنا. حق تويتر لهم حق علينا صح ولا لا؟ اي والله طبعا. ايش رايك تسوي لهم تحدي؟ كدة يلا خلنا نسوي تحدي. واللي يفوز ياخذ بقتلهم. بقتلهم؟ تم؟ ما شاء الله. قالله يا قدر. عرض حلو يلا جميل جميل خلاص. تدري وش يسوون بس؟ يكتبون في الهاشتاج. إيه؟ حق البزنس إيه؟ مما تتكون بقتلهم إيه؟ هي جهازين بس يكتبون الجهازين هذه عاد انا توني مغششه ويجي على سحب واللي يفوز فيها لهش لها بقتلهم هذه لها بقتلهم تمام يقولون وش اللي بقتلهم ويجيهم بقتلهم الله عليك سمعتونا بالهاشتاج تمام شو اسمه جواب جواب للسؤال ما ما مما تتكون بقتلهم وديكم بقتلهم تعالوا 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 تتكون من قلاية 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 وقدر كهربائي قدر أديسونها أديسون على فكرة أن شو اسمه هذا يا ربي عليها ضمان 3 سنوات تخيلوا خلاص خلاص ان شاء الله كلكم فالكم الفوز كلكم اي لا تحلمون احد بس انتم بس انتم اللي تتابعونا فالكم الفوز كلكم وكلكم ان شاء الله جايكم باقتلون زايده روح للكنترول حلو وجيب جوالي المعرف لونه كذا حلو حلو مره خلاص لو شفت جوال حلو خذه يلا عطني اياه عشان نسحب يلا يلا وانتم على بالي يلا سوى هاشتاقات شوف شوف جوال عليه جوال عليه صورة مصلح اي اتوقع انك تعرف ولدي مصلح هذا مصلح لا انا بنفسجي هذا ولدك ها لا لا بسم الله على ولدي قاعد في البيت هذا هو يلا خلينا اوريكم على منتجات السيف جاليري ما شاء الله
يا هم بياض وجه، قسم بالله يبيض وجهك ما شاء الله، في كل يبيض بياض وجه، بياض وجه في كل مكان وفي كل وفي كل زمان ما شاء الله. والله حتى صحوني بقول لكم شيء، امي لا بغت تكشه حطول تقول ابوي سيف جاليري سيف جاليري على طول، ما في كلام يقول غيري بنت الحلال غير سيف جاليري، لا سيف جاليري يفوز عن كل المحلات، سيف جاليري وبس. صحون ملاعق وقسم بالله كاسات، صحون ملاعق شو اسمها قلايات اجهزه افران كل شيء. تبي لو تقول لك تبي تشتري مطبخ روح سيف جاليري اشتري مطبخ وارجع بس. بعد يزيد من الشعر بيت من بدايه البرنامج ونحن نطبخ بقدور سيف جاليري، وانا عن نفسي حرقتها اكثر من 1000 مره. ايه؟ وبعدها على حالها لين اخر يوم، وهي بعدها نظيفه وما فيها شيء كانها جديده. والله والله انك تستاهل هديه من سيف جاليري اذا ما كذا يعني الطيب. اصلا لا لا انا خلاص ترى بشتري نفسي بعدين. عند هذا خنسوس ايه هذا جوال. يلا خلينا بعدين هديتك. اعذروني اروح عند المتابعين بسحب. يلا بسم الله. هذه تقول هذه من هي قرالي والله ما اعرف اقرا ايش مكتوب. باقة الام الاسم إيه؟ ميم الاسم ميم بنت بنت 7R تبي تبي تفوز ما ادري اسحب اسحب يسوي انت تسحب بنفسك. ها اسحب يلا. اسحب يلا حط الكاميرا على الجو على الشاشه انا اشوف انا ما اشوف ارفع الاضاءه حطها على انا ما اعرف الجوال ذا ترى ومصلح الشراريه وانا ما اعرف مصلح توك انا عندي شو اسمه ذا كش ابو كشاف والله انه حلو مره لف لف كذا وقفي باصبعك اللي توقف عليه هو اللي يفوز معنا هذه هذه خلاص قدر كهربائي دقيقه لا اديسون كهربائيه تقول كذا خلنا الجهاز اللي تحت اللي فوق انت شوي كذا وقول لي وقف، إذا قلت وقف يعني خلاص فوقف. يلا. وقف. حلو. المها. المها. لا هذا ما جت الإجابة. لا تنسى تصور الشاي زين. داخل هاشتاج. يلا. وقف. هذا مما تتكون باقة الأم تتكون من قلاية وقدر كهربائي الحساب دي هذا حساب ما شاء الله أتوقع أن هذه الفائزة هذه الفائزة والله إنها تستاهل تحية صفقة 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 كلكم فازت شو اسمها شو اسمها ولد ولا بنت دي ما أدري يا ولد يلا إذا أنها بنت تعطي أمها وإذا أنها ولد يعطي أمها تمام إيه سمي شكرا طيب ما في عرض ثاني حق تويتر طبعا طبعا بس اصبر اصبر ايش قلت انت؟ سمعني اقول ما في عروض ثانيه حق تويتر استهلون الا في في كذا عليك يلا حاطين كلمة ضبطهم الحين اسمعوا ابى اسوي لكم اعلان لمسابقه وش اسمه وبنسحب عليها ويا رب لا اله الا الله اي ابى اسوي لكم مسابقه وبنسحب عليها فقط خذ كاش نسحب عليها ها؟ بس احنا نسحب عليها فقره خذ كاش تعرفين فقره خذ كاش ايه بنس... هناك يكون سحب ان شاء الله وبنسحب عليها بفقره شو اسمه شو اسمه شو خذ كاش ها خذ كاش ايه يلا يا زيد قل لهم السؤال تبين سؤال صعب ولا سهل اعطيهم ها يلا يلا قل لهم السؤال سهل والله صعب انت اختار ولا يلا سهل 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 لهم خلاص طيب من هو راعي هذه الفقره الجمهور العزيز من هو راعي هذه الفقرة؟ اكتب في تويتر اللي مليون كنا نتكلم عنها وش شيخ والسحب راح يكون ان شاء الله في فقرة خذ كاش اللي باقي تلوم بعد بيكون في فقرة خذ كاش ان شاء الله تمام؟ كلكم شاركوا لا حسب مرة سهلة ما يبيلا انا حليتها وانا هيرة والله لا تعلمينهم لا تعلمينهم لا 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 خلاص لا تعلمينهم خلاص يلا ودعكم ودع الشباب ودع اللي في التويتر بيض وجهي بالاعلان ها؟ واشتروا كلكم لامهاتكم باقتلهم وكلكم بعد انتم المتابعين كلكم اكتبوا السيف جاليري بالهاشتاج غشيتهم غشيتهم لا لا ما راح اغششهم السحب على القدر حلو والش على باقتلهم خلاص زي ما قلت لكم تروحون وتكتبوا بالهاشتاج خلاص ابغني لكم
ولا اذا ما في وقت خلاص بروح. لا غني، لا في وقت هيك تروحي. لا لا خلاص يلا غني. ابغى اغني هنا طا 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 ابغى اغني للجماهير وانت وانت سمعتوا قبل يلا. شوي يلا غني. وانصدم من اصحابي وفعين كبار منهم جرحي ما طاب بعد كل شيء. صفقوا صفقوا زين. صفقوا يا هو ولدي فيها. ولدي مصلح ترى والله راعي والله يا مصلح نجيكم يلبذكم. يلا يلا. منصدم من اصحاب كانوا فعين كبار منهم جرحي ما طاب بعد كل شي ما صار بس الدنيا دواره بكره جرحي بيطير. الله هذا وبدون اسباب منهم جرحي محتار. الله فيهم ظني قد خاب ما تنفعهم العذاب بس الدنيا دواره ظني فيك ليخيب. بيض الله وجهكم وبيض الله سيف قنري واستمتعت معكم مره. الله يبيض وجهك يا ام مصلح. الله يسعدكم يا رب. الله يوفقكم. يلا مع السلامه. الله يبلغنا. مع السلامه يا ام مصلح. مع السلامه بابا. والله تعال مسفر مسفر. انا ضيف عندكم دقيقه. بس والله ما لي شف. والله ما لي شف. والله ما لي شف. ما شاء الله تبارك الله. الله يخليها ان شاء الله. قدر من تهدال. شكرا بشابه. البيه. واو. لا تنظركم.